حولها. نعم. كيف رصدت رد مولانا الإمام، أو كيف انتصر مولانا الإمام في هذه المعارك؟ أنا هبدأ بس في الحتة ديت، إن سيدنا الشيخ عبد الله بن صديق الغماري بيقول عن سيدنا الشيخ إن الشيخ علي جمعة أمة وحده. مات من مات من شيوخ الوقت ممن أدركتهم هم عنه راضون. والشيخ الله يرحمه الشيخ معوض عوض رحمه الله تعالى يقول عن سيدنا الشيخ ان الشيخ علي جمعه امه وحده. اصل الكلام ده انا قعدت اقرا وادور فيه ان المشايخ دول بيتكلموا كده ليه عن سيدنا الشيخ. معلش يعني تجيب الكتب وتسمع من العلماء الربانيين. وبعدين سيدنا الشيخ عبد الله بن صديق الغماري طبعا ولد سنه 1910، والشيخ سيدنا الشيخ علي وتوفى سنه 1993. فبيتكلم عن سيدنا الشيخ ان كل الناس اللي عايشوا معاصروا سيدنا الشيخ كلك ماتوا عنه راضون. ده بكلام سيدنا الشيخ عبد الله الصقر الغماري. والشيخ معوض عوض يقول ان الشيخ علي جمعه امه وحده، عالم متبحر في شتى مسائل العلم، وهو مفتي فقيه العصر ومفتي كنانه الله في ارضه مصر. ونستطيع ان نقرر بصوت عال انه استكمل كل ضروب الحكم والعلم والحكمه. طيب تعالى لسيدنا الشيخ وبيتكلم في المعركه دي عمل فيها ايه. كان بيتكلم بيستند على بسوء فهم اللي هو المنكر او المتشدد، هو مش فاهم معنى النص. ايوه يعني كيف كانت الادوات، كيف كان التناول ده اما بيستند للنص بتاعه بالضعف بتاعه وسوء فهمه. وسيدنا الشيخ عنده الادله القويه اللي هو بيرجح بيها الكفه بتاعته بالنسبه لل اذا كان رد مثلا من يثير هذه الفتنه او يثير هذه الشبهه. نعم. ضد التصوف. والناحيه الثانيه في حته مهمه يا استاذ حسن، ان المنكر ده المتشدد ده هو يعني بيغفل العقل والقلب وخلاص. هو انا شايف ان التوسل بالاولياء او الصالحين هو حرام وشرك، هو عنده كده وخلاص. طب تعالى قول لي معنى ايه، فيجي يدور مثلا على ايه قرانيه هو مش فاهم معناها، مش عارف يفهم مقصتها ايه، اذا كان بيتكلم مثلا معنى عام او خاص او كلام من ده، فبيتكلم وخلاص بينكر وخلاص. لكن تعالى سيدنا الشيخ يمسك مثلا لا تشد الرحال الا الى ثلاث مساجد ويتكلم، هي المقصود بالمساجد بس ولا ممكن تنسحب على الغير؟ طب تعالى علاقه التصوف بالتشيع، تيجي مثلا مساله يقول لك بعض الناس ده الجماعه دولت اهل التصوف هؤلاء مثلهم مثل الشيعة. فتلاقي الكلام يقال جزافة، وحتى الادله بتاعتهم لما بيجي سقط ادله دليل عنهم بيغالوا في حب سيدنا الامام علي. مولانا الإمام في تفنيد الموضوع وإثباته أنا على وجه الحقيقي. علشان تفند بس رسالة صعبة جدا في حلقات الصراحة. يعني أنا بتكلم على فكرة المنهجية. نعم. يعني نعم. أنت مارسته رصدت منهجية مولانا الإمام. نعم نعم. في هذا هو كان أسلوب علمي رصين بيعتمد على هذه الأمور من الناحية العلمية. رقم اثنين إن المخالف ده دايما حجته ضعيفة، وما بيجي بيتكلم بسوء فهم، هو مش فاهم الموضوع. هو بيتكلم من باب ان مفيش خلاص حاجه اسمها تصوف. لكن عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولما نشئ التصوف ده كان في القرن الرابع ولا في القرن الثاني ولا في القرن الثالث، فابتدى يتكلم بكلام ليس له عنده دليل. طب تعال اسمع بقى، انت عايز تتكلم وعايز تهاجم وعايز تستند الى اسلوب علمي، تعال شوف الشيخ اتكلم في ايه، والحجه بالحجه والدليل بالدليل، مش انك تطلق يعني او تطلق بالادله هكذا جزافة ثم عاوز تقول ان انا ما فيش حاجه اسمها توسل بالانبياء، ما فيش حاجه اسمها ان انت عندك مثلا زياره الاولياء الله الصالحين، ما فيش حاجه اسمها مدد. يقول لك المدد ده يا عم الشيخ بتقول ده المدد من ربنا بس، ما ينفعش اقول مدد. طب انا اقول لك دلوقتي، اقول لك انا محتاج يا استاذ حسن دلوقتي قلم، ممكن تديني مدد شويه؟ القلم بتاعك ده اكتب. طب ما مش معنى انت بتستخدم بعض المهارات في حاجات الدنيويه كلنا نمد هؤلاء. نعم صحيح صحيح. أرجع لي.